رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، الإصحاح الثاني. لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضى الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع، الله شاهد، ولا طلبنا مجدا من الناس ولا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله، ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحدا منكم. أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين، كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده، ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم استسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها، لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها، كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع أنبيائهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضين لله وأضداد لجميع الناس، يمنعوننا على أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. وأما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم، لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. بيكلم القديس بولس بصورة جميلة في الإصحاح ده، وبيتكلم على خدمته وكراسته في هذا المكان اللي هي لأهل تسالونيكي، وإنه إزاي اجتهد، لأنه كان جهاد الراعي الحكيم، إزاي اجتهد في خدمتهم ويكلم عليهم. يقول كده: كنا مترفقين في عدد 7، كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. لكن بيختم الحتة دي يقول: صرتم محبوبين إلينا في عدد 8. يا بخت أهل تسالونيكي اللي صاروا محبوبين عند القديس بولس الرسول، وكانت محبته دهية ليهم، ومحبة دي تنتقل لواحد واحد فيهم. صرتم محبوبين إلينا، وبيكمل في الإصحاح. لكن حقيقة أحب أقف وياك عند آخر آية: نظرة الخادم إلى من يخدمهم، نظرة الإنسان إلى أسرته، نظرة الراعي إلى رعيته. يقول كده: أنتم مجدنا وفرحنا. شيء جميل جدا أن الخادم يعتبر من يخدمهم أن هم سبب المجد له وسبب الفرح.
وما أروع العلاقة اللي بتربط ما بين الطرفين دول، الخادم والمخدوم، الراعي والرعية، الإنسان في الأسرة وأسرته وهكذا. أنتم مجدنا وفرحنا. لو كل واحد في أسرته يقول لأفراد الأسرة كلها أنتم مجدنا وفرحنا، لو كل خادم، لو كل راعي، ده يبين قد إيه الارتباط القوي اللي بيربط ما بين الطرفين دول، الخادم والمخدوم. ربنا معكم.